خاص جدا لسكان مدينة بازان ولسكان الإقليم. إذا أشكركم جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحن راهم إن شاء الله بالإجابة عن أسئلتكم وعن تساؤلاتكم، وشكرا. السياحة الروحية بجهة طنجة تطوان، نعرف بأنه التطريحة التي والزوايا المهمة التي اشتغلت بنشاط كبير وبحماس كبير، وكان استعداد مهم، وما زالت هذه الأشغال استعدادات جارية لوضع اللمسات الأخيرة في الأيام الأخيرة التي تصلنا من اليوم إلى بداية هذا المنتدى. وايضا اشكر اهل وزان وسكان وزان الذين انخرطوا بديناميه كبيره وطنيه وجهويه وايضا محليه. ايضا هذه السنه ايضا تتميز بتخصيصي، وهذه كانت ايضا من احدى التوصيات المهمه التي خرجنا بها السنه الماضيه، ايضا بتخصيص يعني نصف يوم من أجل التحدث في قضايا تهم المجتمع المدني هنا بوزان بجهة طنجة تطوان، نتعرف على تجارب أخرى وطنية ودولية ومسألة الديمقراطية التشاركية بصفة عامة، وخصوصا كل ما يتعلق بما هو موروث ثقافي وطبيعي. أيضا هناك محور مهم جدا لأول مرة نتطرق له في منتدياتنا، هو الموروث الطبيعي والبيئي الذي يتميز به بلدنا، والذي تتميز به بصفة خاصة وزان ومنطقتها، وأيضا منتوجات محلية ومجالية فيما يخص منتوجات الجهة الوصية على الجماعات الترابية التي هي في الحقيقة هي أعضاء هذه الشبكة. أيضا لابد أن نشكر داعم أساسي هي عمالة إقليم السيد علي، منذ البداية يدخل معنا في مجموعة من التفاصيل من أجل أن يكون هذا المنتدى في مستوى تطلعات الجميع. وأيضا لابد أن نشكر السلطات المنتخبة والمجلس المنتخبة ورئيس المجلس الإقليمي السيد الرئيس ونور الرئيس والمجلس بكافة أعضائه، دعموا وما زالوا يدعمون الشبكة لأجل تنظيم هذا المنتدى، والسيد أيضا رئيس المجلس البلدي والسادة النواب والسادة جميع أعضاء المجلس، وأيضا ومجموعة كبيرة من الموظفين والأعوان الذين يدعموننا لأجل تنظيم هذا المنتدى في أحسن الظروف. أيضا الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية المغرب فهي شريكة كالسنة الماضية، والسيد رئيس هذه الجمعية أيضا نشكره شكرا جزيلا. أيضا مؤسسة هذه السنة مؤسسة خاصة تدعمنا، ولهذا دائما نقول بأنه يجب أن تتضافر الجهود ما بين القطاعات الميزانية، ما بين المجالس المنتخبة، السلطات الإقليمية، الفعاليات المجتمع المدني، وأيضا القطاع الخاص. لما ينخرط القطاع الخاص هذا خاص جدا لسكان مدينة بازان ولسكان الإقليم. إذا أشكركم جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحن راهم إن شاء الله بالإجابة عن أسئلتكم وعن تساؤلاتكم، وشكرا. هي مجرد خطوة أولى نحو خطوات أخرى لتتصالح وزان مع تاريخنا. وزان التي ظلت لسنوات مهملة مقصية، اليوم هالتظاهرة الدولية وبالإرادة الجديدة إرادة السيد علي وبالزيارة التاريخية لجلالة الملك 2006، والتي مع الأسف الشديد مختلف التوجه العام أو روح
هذه الزيارة تمت عكرتها إلى أن تمت المعالجة في السنوات أو في السنتين الأخيرتين وفي الشهرين أو ثلاث أشهر الأخيرة. أعطي الكلمة مباشرة إلى السيد الدكتور مهدي الزوار وهو المدير الفني لمنتدى الرابع الذي سيسافر بكم في المحاور والأنشطة منذ نسخة الأولى. الشكر الجزيل له. وأيضا وكالة تنمية أقاليم الشمال، وأيضا أشكر السيد المدير العام لأنه منذ البداية هو يدعمنا، وأيضا داعم جديد هذه السنة هو دار صانع حرف المغرب من وزارة الصناعة التقليدية، فالشكر الجزيل لهذه المؤسسات الثلاث. أيضا شكرا. شكرا سيد الرئيس. الكلمة مباشرة إلى السيد الدكتور مهدي الزوار. شكرا. سماع المغرب الأقصى، سماع الفقراء من الغربة والجامعة الجنائزية، كذلك تصدر الإشارة إلى الدكتور الباحث سيدي محمد سامي الحراب، وكذلك كفنان بصوت سجي الذي يشارك هذه الفرقة التراثية الكبيرة. سيكون معنا كذلك جوق تراثي مهم جدا، جوق المرحوم عبد الصادق شقاره، فحفيده يترأس الجوق. يمكن نقول في نفس الوقت هو الشاب الذي له أعمدة من أعمدة جوق عبد الصادق شقاره الصادع، سيكون كذلك لموسيقى تراثية. جرائد وطنية كيكتب فيها الأستاذ عبد الرافع جوهري، كيكتب واحد المادة نافذة كانت قد زار وزان، ومن بين ما كتبه ما أتذكر قال وزان يعانق فيها مولاي عبد الشريف ربيع عمران. ربيع عمران هو اليهود الجديد. المغزى من هذه العبارة هو أن هذه المدينة تعايشت فيها الأديان على قدم المساواة، وهذه محطة جديدة لنذكر بأننا فعلا كان لنا وكان لهذه المدينة دور في هذه في هذا التعايش. أحول الكلمة مباشرة إلى الأخ صديق نور الدين بن علي، أولا لأنه عضو المجلس الإقليمي وكطرف مساهم في المنتدى، ولكن لأنه المشرف أو المشرف المنسق العام لهذا المنتدى. كل أعضاء المجلس الإقليمي مرحبا بكم في وزن، كذلك الشكر لزملائي ورفاقي الإخوان في المجلس الإقليمي ولا في المجلس المدني ولا الإخوان اللي شاركوا معنا واحد المدة ديال 6 أشهر من أجل إعداد هذا المنتدى الدولي. الشكر كذلك للإخوان بالنسبة للشبكة المتوسطة. قبل ما نرجع للشعار أرحب بالسادة المنتخبين، أخ رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة، الأخ رئيس الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة وأعضاء تبيها المسير، واللي بكل صدق اعتبرنا على أن الإصرار على انعقاد النسخة الرابعة للمنتدى بمدينة وزان، احنا قريناه هو نوع من خمع بروش، يعني أنا شخصيا اعتبرته نوع من الاحتضان لتجربة جنينية كما قال سي محمد الحمدي مدتها يعني شهرين، لكن رهانات الساكنة ورهانات المدينة ورهانات يعني النسيج الجمعوي عليها يعني كبير وكبير جدا، وربما أنها ستؤسس للمستقبل وستضع حدا لمجتمع الودل في الرياضة المغربية، وهو وجود بطل المغربية نوال المتوكل في هذا المنتدى. بالفعل التواجد ديال نوال المتوكل سيعطي نفس جديد من روح التسامح والمحبة، وهذا ليس بغريب على نوال المتوكل التي لا تنسى فضل مدينة وزان عليها، لأن منذ زيارتها الأولى بعدما عثرت على مفتاح بباب إحدى أزقة المدينة العتيقة، وبعدها بشهور
حصلت على البطولة الأولمبية ومنها العالمية، ولهذا أريد معرفة البرنامج المواكب لهذا المنتدى، وشكرا. هذا النشاط المستوى الدولي يرافقه أيضا الحاج أربي عمار. سؤال الأخ كيتغى على برنامج تنمو الزواق الجانب الترفيهي أكثر من الجانب الأكاديمي، وما يستضيف ذلك جيدا برنامج حيث نشكر أن 10 دقائق لكل متدخل، هل تعتقد معي أن 10 دقائق متكافية لتقديم ندوة أو محاضرة تتعلق بمحور الدورة؟ لماذا تغيب وزارة السياحة عن هذا البرنامج بشكل كلي؟ مجموعة المداخلات لا تحمل عنوان خصوصاً للمسؤولين الحكوميين أقصد الوزراء. حبذا لهم عرفوا نوعية المداخلات التي ركبتموها بالوزارة لهم، لأن يجي وزير من الرباط إلى وزان يحدد 10 دقائق في الميزانية. أنا شخصياً أعتبر الوزارة واحدة من الكوائد اللي يمكن توقع. الخطاب الملكي اللي هو مرجعية ديال الدورة واللي كيتحدث على رأس مال لا مادي، أشنو القيمة المضافة أو الانعكاسات المباشرة لهذا المنتدى على رأس مال لا مادي لساكنة وزان، علما أننا كنا فخر قبل ما ندخلو في برنا وقفة احتجاجية للمعطلين. سؤال الأخير، بين نوعية الشراكات اللي غتخرج على هذا المنتدى هذا، وحبذا لو تكون لنا مدة مختصرة عن نداء وزان، ملاحظة بسيطة وأخيرة، وجدنا هنايا ماء مستقيم، يعني كيفاش تزامنا مع المنتدى الدولي الرابع للمدن العتيقة، هو غيرنا بما يسمى عند اليهود، هل مدينة وزان يعني قادرة تستقطب يعني اليهود اللي غادي يجيو اليهود المغاربة ويهود العالم والزوار اللي غادي يجيو للمنتدى في مدينة وزان؟ هذا هو السؤال بالضبط، هل كان مقصود أم إذا يعني يمكن كان المنتدى كان هيقولوا وجات هيقولوا اليهود؟ مراقبة من طرف الشبكة للحفاظ على هندسة المدن العتيقة. التدخل الثالث هو هل هناك حل للمشاكل التي تعرقل سير الراجلين والسائقين داخل شوارع المدينة العتيقة؟ وشكرا. بالنسبة للتيمة التي تم اختيارها وهي ملتقى الحضارات، أظن أنها تيمة موفقة، لأنها أولا تعكس التنوع الهوياتي وبالذات ذلك المتعلق بالمكونات الدينية بالمغرب ومنها المكون اليهودي. السؤال ديالي كيتركز بالضبط فيما يتعلق بالنسيج العتيق الذي يتماهى مع المكونات الهوياتية بدرجة أولى، وتحديدا كيفية الحفاظ عليه. وهنا استحضر مثلا جمعيات المجتمع المدني، وأتساءل لماذا هذه الجمعيات بالتحديد والتي تشدد وتركز بدرجة أولى على هذه الشراكات من أجل الحفاظ على هذا النسيج العتيق تكتفي مثلاً في عملية ديال التدخل من خلال المعاينة؟ أوزان سي لا كاتريام إديسيون فورم انترناسيونال دي ميدينا في 6 و 7 و 8 ماي بروشان. Je pense que ce sera une opportunité, une bonne opportunité pour échanger d'expériences avec les pays méditerranéens, surtout dans le domaine culturel du patrimoine. Ma première question, Monsieur le Président, est-ce que le réseau médical لقد بدأ على المنتدى المدن العتيقة في دورته الثالثة في طنجة عدة توصيات نريد أن نعرف هل تم تفعيلها أو تفعيلها.
سؤال آخر، هل ينحصر برنامج وعمل الشبكة في المدن العتيقة بحكم اسم المنتدى الذي يحيي لذلك؟ سؤال آخر، هل يندرج مشروع الشبكة في إطار جهوي موسع؟ وما هي القيمة المضافة التي سيأتي بها في ظل التنامي وتكاثر الملتقيات والمهرجانات التي يحسبها بعض المواطنين هدرا للمال العام؟ وشكرا. المنتديات ما الجدوى على الارض الواقع؟ يعني فعلا كاين اين السقوط وهي سقطت قبل ان ناتي لهنا في اكثر المدن العتيقه بالشمال على الاقل بحسب علمي. شنو يقدر يقدم هذا المنتدى من غير الهضره، يعني من غير المؤتمرات والاقتراحات في العلم؟ وحسب ما تفضل ديالي في هذه اللحظه هذه ابتكار مصطلحات بحال السياحه المسؤوله، بحال التدخل المجاري، بحال المهم كاين من غير الهضره هاي دابا مع الدارجي، من غير الهضره شنو في الافق المستقبلي ديال هذا المنتدى يقدموا للمدن العتيقه، خاصه كما قدم الاستاذ خالد ديمان في الارش نيوز على ايش كافه المعالم الاثريه الرائعه بها انهارت عن اخرين. اذكر اخر مثال تما هو ديال سان خوسي، الكنيسه ديال سان خوسي. هذه ملاحظه. الملاحظه التاليه هو البرنامج هل فعلا يخضع لواحد الاليه اساسيه في الشان العام اللي هو المقررة التشاركية، بمعنى صياغة البرنامج هل يقوم في التشارك مع على الأقل، هل تقوم بصياغته كلها الشركاء على الأقل المتعاطفة اللي خطوة ديالها هنايا، بمعنى إذا كان غيكون فعلا المقررة التشاركية عدم التشبيه ديالها بزاف ديال الحاجات ما غاديش يبان نعمان حلو هو اللي واحد كيغني في هذه البلاد، ولا ما كانش غادي يبان شو هو الواحد اللي تعطوا له فرصه في كل المنتديات، ونعمان تعطوا له فرصه في المنتديات، بالتالي كان غيخضع من واحد الطاقه هائله في وزان، انا ماشي وزاني ولكن اكتشفت من خلال المسارية ديالي شويه، وابتريت انتقادات شديد بالتهجه اللي قدمها الاخ الصحافه وبعض الصحفيين، ماشي صحيحه 100%، ربما وزان حسب المعاينه ديالي كتحتاج فقط الى كتعاني من ضعف كما قال السيد الرئيس واحدة ضعف التشغيل، يعني هذا هو الاشكال، ولكن بان لي وجدان عندها شخصيه، بان لي فعلا عندها شخصيه، ملي دخلت وقلت للاستاذ خالد قلت له سيد بزاف المدن اللي كتبان لي وجدان عندها شخصيه جميله ومنظمه منظفه، الكولور ديالها حبت عليه هو الاخضر الى اخره، حتى هذه البوطيه جات الناس معها التوجه ديالها. شكرا. أكيد أن الشبكة نشرت على موقعها الإلكتروني في مدارها الصحفية، قالت أن وزيرة نوال متوكي هنا رسول زيارة إلى جامعة بني كلة المدرسة الإيكولوجية بني كلة، إذا بدا خلال العرض كنشوفوا أنها هناك من الجهات ديال الجمعية، عرفنا بأن نشوفوا السبب ليش، وخلال المنتدى كنعرفوا حضور وكتاب ديال مزيان 250 مشارك اللي كاينه في العرض، وبالتالي كاينه الهيلوله والمنتدى، وشكرتو كشبكه في المقاربه الامنيه باش يكون المنتدى احسن صوره، وكنشكر من هذا المنبر الجمعيات المحليه التعاونيه في التقارب كانت بدون وظيفة اقتصادية محددة باش يكتمل الدور ديالها مع باقي الأدوار اللي كتقوم بها في المكونات ديال الجهة. مدينة وزان هي مدينة عبور وليست مدينة استقرار، تعرف اختلالا يعني ملموسا على مستوى التشكيلة البشرية للمدينة بحكم هجرة مزدوجة، هجرة من الضواحي ومن يعني القرى البادية المجاورة للمدينة باعتبار أن وزان هي النقطة الحضرية الأقرب، ثم هجرة من المدينة نحو مدن أخرى كالرباط وصلة والحنيتنة وطنجة باعتبار هذه البنية التحتية ما موجوداتش. طبيعة الحال
عاشت المدينه الاقصى لمده يعني تفوق الاربعه عقود، اترك اهل وزان يفعلون في وزانهم ما يشاءون. المقاربه اليوم كانت القطيعه في اطار يعني المصالحات الكبرى ضمن المصالحه الجغرافيه، كانت المصالحه مع المدينه بمناسبه الزياره الملكيه سنه 2006، وجاء مشروع كبير بطبيعه الحال اللي كان مشروع ديال التنهير الحضاري للمدينه المخطط الرباعي ديال 2007-2010. للاسف عرف هو الاخر بعض الاختلالات وجل يعني مشاريع لا زالت متوقفه لحدود هذه اللحظه. الان رهاننا هو عن البرنامج الثاني، وهو برنامج يعني طموح، اللي هو مشروع واحد الاتفاقيه اللي غيتم يعني المصادقه ديالها بمناسبه يعني اشغال المنتدى. ومع ذلك بفضل يعني المجهودات ديال الجميع وكل من ساهم اشغال هذا التحضير لهذا المنتدى، المدينه بهذه المجهودات يعني الاستعجاليه والجباره في المده الاخيره، وزان تستضف بطبيعه الحال يعني المنتدى، وسيمر ان شاء الله في ظروف يعني جيده. استعنا بطبيعه الحال بالجاره مدينه بنت الشاون في استقبال يعني بعض الشخصيات، ربما ان للضرورات الامنيه، رغم ان السيد العامل قام بالمجهود المطلوب في هذا الاتجاه، وبحيث غتكون موفره بالنسبه للاخ اللي طلب يعني الاشاره للهاجس الامني، ان اكثر من 300 رجل امن بين رجال الدرك والامن والقوات المساعده اللي غادي يضمنوا مثلا يعني تظاهره واحده، و ب طمأنة السيد العامل للسلطة الإقليمية وأكيد على أن هذا تمرين على مستوى التنظيمي، والآن كنعتبروا بأنه إبداء المستوى المحلي في التنظيم لتظاهرتين كبيرتين، تظاهرة ديال النحج ربيع عمران سيكون فيها تقريبا 1500 حاج، والمنتدى 600 إلى 700 هذا، وستمر الأمور بسلام. دونك عمليا هذا تمرين إيجابي جدا وفيه كذلك نوع من الإبداع. النقاش الاول ديالنا اللي كان عندنا على مستوى الاستضافه ديال المنتدى الدولي، نفس الاسئله اللي طرحها الاخوان طرحنا لهم، شنو هو القيمه المضافه ديال المنتدى الدولي على مدينه فاس؟ واحد الدراسه في المنتدى الدولي، داز المنتدى الدولي الاول، المنتدى الدولي الثاني، المنتدى الدولي الثالث، المنتدى الدولي الرابع، شنو هي القيمه المضافه؟ هما اللي تدخل للسيد العيش، هما اللي غطوبي ديال هذا المنتدى الدولي على مدينه فاس. اعتقد باللي غطوبي دابا انا كان في واحد النقاش، لا هو بلي غطوبي هو اللقاء ديالنا ديال اليوم، اعتبروه حتى هو باغ بلي غطوبي، الامباكت ديال داك الوقت ديال المنتخب. هناك محاولات واحد جوج لتبخيس دور المنتخب، ان المنتخب هو المنتخب الفاسد، ان المنتخب هو الذي يرتكب اخطاء وجرائم الى اخره. هذه الشبكه جاءت لتعطي ايضا صورة أخرى للمنتخب الذي يمكن أن يشتغل في مجالات تهم الجميع، وخصوصا فيما يتعلق بالحماية وتأمين موروثنا كان ثقافيا أو كان طبيعيا. إذا مهم جدا أنه المنتخب هم الذين ينظمون، ليست وكالة خاصة، ليست وكالة إشهارية، ليست مؤسسة خاصة، ولكن المنتخب. والمنتخب ليس وحده، لأنه هذه طبيعة عملنا أننا نشتغل بشراكة مع مجموعة المؤسسات بمنحها بطبيعة رأسها الوزارة الوصية على المجالس المنتخبة، هي وزارة الداخلية أن يتكلم عن السيد الوالي السيد العامل إلى آخره، والسلطات الإقليمية والمحلية، وأيضا شركاء آخرين من قطاعات مختلفة. وهذا هو عملنا تقريبا اليومي في تدبير الشأن العام المحلي، يعني ان المنتخب ينظمون. ولهذا نعتبر ان تنظيم المنتدى الدولي في نسخته الرابعه هو كان تحديا لنا، لاننا لم ننظم النسخه الاولى، وقفنا ولا النسخه الثانيه وكانت صيحه في سنه معينه وحماسا، لا نحن، لانه كل عضو من اعضاء الشبكه الذين هما كلهم متطوعون له مهام في جماعته الترابيه، كان مجلسا اقليميا ولا جهه ولا جماعه حضاريه. هذا لابد ان اذكر بهذا الامر، اننا نحن الان مع شبكه مكونه من المنتخبين تنظم وتحاول ان ترقى بادائها من خلال تنظيم
تدهورها من المستوى العالمي. مساله ثانيه، كان تحديا لنا تنظيم هذا المنتدى في مدينه عزيزه علينا وفي اقليم عزيز علينا، كما قال الاخ السيد الرئيس ان الاقليم حديث.